مساء الخيرات، ازيكم؟ النهارده هتكلم عن فيلم مطب صناعي. فيلم مطب صناعي هو فيلم يعتبر كوميدي صرف. فيلم مطب صناعي اخراج وائل احسان وبطوله استاذ احمد حلمي. الفيلم عامه يعني يعتبر فيلم كوميدي عادي جدا، وانت ممكن تشوفه ان هو فيلم عادي، يعني كوميدي لايت، ساعه ونص ساعتين وخلصت الموضوع، خلص على كده. ولكن انا بشوفه فيلم بلاك كوميدي صرف، وفي حبكه بيحاول يوصلها المخرج والمؤلف وطبعا البطل، على اساس ان هم بيحاولوا يعملوا سبوت لايت على حاجه معينه في المجتمع المصري اللي احنا عايشين فيه، وهي المركزيه اللي فيها القاهره، وفيها كمان عدم استصلاح الاراضي، وفيها كمان اهدار الشباب او اهدار قوه الشباب اللي هي ممكن تسبب قوه كبيره للاقتصاد بتاعنا، بس احنا مش واخدين بالنا منها. هنشوف ازاي. ايه هي مركزيه القاهره؟ مركزيه القاهره ان هي المدينه التي يسعى لها كل الناس، ان هم لازم يروحوا المكان ده علشان يبداوا نجاحهم ويبداوا الكارير بتاعهم ويبداوا في ان هم يحققوا شخصيتهم وذاتهم، ان هم ازاي يكونوا ناجحين، بتبدا بس من المكان ده. وده اللي بيدفع ميمي ان هو يروح من اسماعيليه للقاهره علشان يشق طريقه ويبدا يشتغل ويسعى لطريق اكل عيشه. وطبعا التفكير ده بيرجع لاهمال الدوله لاستصلاح الاراضي والصحراء واستصلاحهم في الشعب نفسه او الشباب اللي في الشعب نفسه، علشان كده كله بيلجا ان هو يروح للقاهره وخلاص من قليم او من الارياف علشان يحققوا ذاتهم ومستقبلهم. عشان كده ميمي يحب دايما طول الفيلم يوريك ان هو بيحب ما يعمل حتى يعمل ما يحب، بداية من ان هو يبدأ ان هو يشتغل حد بيعمل داونلود لاغاني على الموبايلات. بعد كده لما بيسافر حتى القاهرة ما بيكونش عنده خطة محكمة او خطة معينة هو عايز يعمل ايه بالظبط في المكان الكبير جدا اللي هو رايح فيه ده، علشان كده يبدأ ان هو مثلا يشتغل ملاحظ على العمال في موقع، وبعد كده يشتغل مدرس، وبعد كده مرة واحدة يبقى رئيس مجلس إدارة. الفيلم كمان برضو حاول يوريك قد ايه صراع رجال الأعمال، وقد ايه رجال الأعمال مش بيحبوا الخير لبعض، وممكن كمان يهدموا ثروة الشباب اللي هي متمثلة في شخصية ميمي ومتمثلة في رجال الأعمال اللي هو طبعا كان حسام. وبشكل عام برضو بيعملك سبوت لايت على الحروب اللي بتحصل في البيزنس، علشان تكون مفتح وعلشان تكون عارف او اوير باللي بيحصل في البيزنس بشكل عام. نرجع برضو نقول تاني ان البلد مش مهتمه باستصلاح الاراضي وباستصلاح الصحراء، علشان كده ميمي كان يقول لك في اول الفيلم مين مجنون هيروح يزرع الصحراء. عشان كده استاذ احمد راتب كان بيحاول دايما طول الفيلم يفهم ميمي ان مش لازم ومش بالضروره ان يكون نجاحه في الحته البعيده اللي هو باصص لها دي، او مش لازم ان هو يروح للقاهره بالضروره. تفتكر لو انا رميت السناره بعيد اصطاد سمكه اكبر؟ اكيد طبعا. ولا تعرف اي حاجه. انت عارف انا اكبر سمكه اصطادتها في حياتي اصطادتها من هنا من تحت رجلي. انا لو كنت بصيت بعيد مطرح ما رميت السناره ما كنتش خدت بالي من السمكه الكبيره اللي تحت رجلي. وده في اشاره مهمه جدا ان الدوله لو اهتمت بالاطراف والصحراء والحتت البعيده والحتت اللي مش مهتميه بيها هتحقق نجاح اقتصادي اكبر وبشكل احسن كمان من لما انت تعمل مركزيه علشان الناس كلها تروح في مكان معين. في النهايه ولما ميمي بيبقى رئيس مجلس اداره بيتحط في موقف لا يحصد عليه اي حد في العالم، وهو ان هو بيطلب منه طلبيه وهيدفع عليها شرط جزائي كبير جدا لو الطلبيه دي ما تمتش اون تايم. فاستاذ وائل احسان يفكرك بكلمه مين مجنون هيروح يزرع الصحراء اللي قالها ميمي في اول الفيلم، علشان هو ما كانش مقتنع ان الصحراء فيها الخير وفيها النمو وفيها النجاح الاقتصادي الكبير اللي الدولة مش واخدة بالهم منه، واللي الدولة بالضرورة خلت ولاد الدولة نفسها مش واخدين بالهم منها. الكلام الكبير ده اقسم بالله. فبيضطر هنا علشان يسدد الطلبية دي في معادها ان هو يزرع الصحراء ويزرع الارض اللي كانت مش في دماغه اساسا من اول الفيلم. دي ارض في الصحراء، مين مجنون هيروح يزرع الصحراء؟ ومش بس حب يزرع الصحراء، لا ده حب كمان يزرع الصحراء بشوية شباب قاعدين في غرزة بيشربوا مخدرات طول اليوم وعطلين ومش شغالين. المشهد ده المخرج بيحاول يبين لك ان الشباب بس هم اللي يقدروا يعملوا اي حاجة في البلد، وهم اللي يقدروا يستصلحوا في الصحراء، وهم اللي يقدروا يعملوا اي حاجة، هم كمان اللي يقدروا يعملوا نجاح اقتصادي، بس انت تبعد الحشيش عنهم وتبعد المخدرات عنهم وتنور لهم دماغهم وهم هيقدروا يعملوا لك من الفسيخ شربات. وهم كمان اللي عندهم الافكار الكرياتيف او الحاجات الاوت اوف ذا بوكس، الحاجات اللي تخلي ميمي يتراجع عن الفكرة اللي كان مكونها في اول الفيلم ويغير فكرته تماما ويواكب العصر ويعرف ان النجاح لازم يجي من الحاجات اللي زي كده، ولازم الدولة كمان تبطل تخلي المخدرات تلحس دماغ الشباب وتخليهم يركزوا شويه في المستقبل بتاعهم. وكمان المشهد لما الحكومه طبت على ميمي فجاه في المزرعه بتاعته وسالته فين الشباب اللي كانوا موجودين دول، في نظره الى ان الحكومه مش مهتمه بالشباب وعلى طول حاطه في دماغها ان الشباب قاعد بيشرب في مخدرات بس طول اليوم والليل، وتفاجئوا مره واحده ان المخدرات او الشباب اللي كانوا بيشربوا المخدرات دول مره واحده ما بقوش موجودين، فايه يا ترى اللي حصل؟ فهنا ميمي بيرد بسخريه على الضابط وبيقول له احنا هنا يا باشا شغالين وبنتعب وبنشتغل وهم مش مسجونين. انتوا هنا بتعملوا ايه؟ احنا هنا بنشتغل. اه طبعا بنشتغل. انتوا بتعملوا ايه يا رجاله؟ بنشتغل.
السجن هنا كان في إشارة إلى أن الشباب دول كانوا مسجونين جوا دماغهم، مسجونين جوا المخدرات، مسجونين جوا السيركل اللي الدولة مش مخلياها عارفة تخرج منها، لأن الدولة بمعنى أصح مش مدياهم أو مش موفرة لهم فرص عمل ومش موفرة لهم السبل اللي تخليهم يطلعوا الكرياتيفيتي اللي عندهم زي ما ميمي حاول يطلع في الفيلم ده. وبس كده يا سيدي، كده اكون خلصت كلامي كله عن فيلم مطب صناعي. وطبعا يعني ما تنساش لو كلامي ده عجبك، طبعا يعني ما تنساش بقى تعمل حاجات اللي بتاعت اليوتيوب دي، اللي بقى تعمل لايك وسبسكرايب شير بقى الكلام الجميل ده. وطبعا يعني انا هعمل حاجات كتير جدا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. وطبعا انت لو عندك اي حد عايز تتكلم عنه، ممثل، فيلم، حاجه مش معروفه عايز تعمل عليها سبوت لايت معايا، مفيش اي مشاكل، لو انت كتبت لي كومنتس اكون لك من الشاكرين. وبس كده، واتمنى لك سهره سعيده، صباح سعيد على حسب ما انت بتشوف الفيديو ده امتى. والسلام عليكم.